دائما نكلمكم عن موضوع السيف اللي هو مسماي المحزم المليان، لكن انا اول مره اشوفه قدامي. هو هذا السيف اللي هو السيف اللي ينلبس كحزام على الخصر. شوف ليش سموه المحزم المليان، كم سكين فيه، واحدة اثنتين ثلاث، وهذا كامل اصلا سيف، هذا كله سيف وينثني يلبس كحزام على الخصر. اول مرة اشوفه على الطبيعة، سبحان الله. طبعا مكسوب الجلد العضوي، انزين يا جماعة الخير، هذا قربنا حالكم بشكل اقرب واوضح. هذه السكين الاولى فيه، طبعا مثل ما تشوف فيها كتابة ونقوشات قديمة، هذا اصلا يعني سيف تاريخي قديم، حتى مو يعني ما للبيع، فقط للعرض. هذه الثانية، هذا المحزم المليان، ما سموك مليان الا مليان. وهذا السكين الثالث، خلونا نشوف السيف الحين. تقريبا طوله متر وحاجة، شوف النقوش، شوف الكتاب اللي فيه، آيات قرآنية. خلونا نوضح لكم ليش نسماه المحزم المليان. طبعا هذا كان قديم يلبسوها كذا، يعني قديما كان يلبسوه بهذه الطريقة. يعني طبعا ترى تو ما فيه أجسام نفسكم هم قبل، لكن هذا هو المحزم اللي كان، لما يقول المحزم المليان هو هذا اللي تشوفوه فيه، كان يلبس بهذه الطريقة. ويقول لك المحزم المليان، لا تقول ما أعرف وجه المحزم المليان، هو هذا المحزم المليان.